الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وله المسح على الخفين. وأطلقها الشيخ ولم يذكر لنا شيئا من أحكام المسح على الخفين، لكن أنا أذكر لكم يا إخواني قاعدة طيبة تنفعكم في هذا الباب. الأصل في المسح على الخفين الإطلاق، فمن قيده بشرط فهو مطالب بالنص. هذه من أفضل القواعد التي ندرسها في باب المسح على الخفين. الأصل في المسح على الخفين الإطلاق، فمن قيده بماذا؟ بشرط. وقال: لا يصح المسح إلا بالشرط الفلاني، فنحن ننظر إلى شرطه، فإن كان برهانه صحيحا ومستنده صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يكن عليه دليل فإننا لا نقبل كلامه. نتفق على هذا؟ لأن قوله شرط هذا حكم شرعي، يعني حكم وضعي، والحكم الوضعي حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي وإلى وضعي. فإذا الشرط من الأحكام الوضعية الشرعية، فلا بد فيها من دليل.